بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعيني الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا يا رب يتقبل مننا جميع أعمالنا يا رب، ويجعلنا من عتقاء الشهر الكريم ومن الفائزين بليلة القدر. حبيت أعيد عليكم وأعرض لكم الشغل اللي عملناه في العيد مع بعض. عملنا البسكوت بثلاث أطعمة مختلفة، وعملنا الكحك الناعم الجميل، والبيتي فور بأشكال كتير، والميني بيتي فور أول مرة يتعمل على اليوتيوب، وعملنا الغريبة الناعمة الجميلة اللي مش بتبصم حاجة كده آخر شياكة، وعملت كمان السابليه إن شاء الله شغالة في المونتاج بتاعه بإذن الله. بكرة هنزل الفيديو بإذن الله. اللي ملحقش يعمل أي شغل من شغل العيد أو كان عنده ظروف، ممكن إن شاء الله بمقادير بسيطة جدا، وأي باقي حلويات عندك من رمضان، أي شوكولاتات عندك، تقدر تعملي بقى الأشكال الجميلة التحفة دي، حاجات كده فاخر من الآخر، وبإذن الله أسهل منه مش هتلاقي. بأمر الله هنزل الفيديو بكرة، وكل عام وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.